لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة الشرق الأوسط، العراق 45 ألف طفل غير معترف بهم كمواطنين. في صحيفة البصائر، المواطن العراقي ينفق على الكهرباء 4 أضعاف نظيره في ألمانيا. في صحيفة الزمان، البرلمان ينهي قراءة مشروعي قانوني سبايكر والخدمة الاتحادية. في العربية الجديدة، المعارضة السودانية، المجلس العسكري يسعى لاحتكار السلطة. في الخليج الإماراتية، إسرائيل تهدم 25 منشأة وتصادق على نكبة جديدة في القدس. في صحيفة الحياة، روحاني يتحدى أمريكا بست طرق لتصدير النفط الإيراني. وفي القدس العربي، وزير الدفاع الفنزويلي يعلن إفشال محاولة الانقلاب. السلام عليكم. على اختلاف مراحل تسلطها، دابت حكومات الاحتلال في العراق على افتعال الأزمات بين حين وآخر، في متلازمة لا تنفك عن العملية السياسية التي يسعى المتحكمون بها إلى تحقيق جملة الأهداف والوصول إلى غاية تنتهي في مطافها إلى تعمية المشهد وإضفاء مزيد من الضبابية عليه. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن سياسة التظلم التي يتبناها بيادق العملية السياسية في العراق فاشلة وغير مجدية، وهي في حقيقتها ليست بذات تأثير في المحيط الإقليمي. حكومة بغداد لا تقوى على إحداث فارق أو ترك بصمة ما بتحريك ساكن أو كبح متحرك من تلقاء نفسها، إذ لا مؤهلات دبلوماسية تمتلكها ولا سيادة تتقوى بها. ما شهدته الأيام القليلة الماضية من مناكفات تبرمت بها وزارة خارجية حكومة بغداد على أكثر من اتجاه ضرب من هذا الصنيع. فاصطناع الغضب من واشنطن بسبب تصريحات سفارتها بانتقاد حكومة طهران وشخصياتها البارزة المتهمة بالفساد ليس سوى مساقات شكلية أظهر عدم اكتراث السفارة به، أنه نوع متكلف لم تتبناه طهران نفسها بهذا الشكل رغم أنها المعنية به. والحال نفسه في التصعيد مع المنامة، فهو يعكس حالة من الأمية الدبلوماسية التي تتفشى في الأوساط السياسية في حكومة بغداد، التي فتحت جبهة شجار بدأته هي مع البحرين بعد أيام قليلة من احتفالها بالتقارب مع السعودية التي تربطها بالبحرين علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية وطيدة، رغم أنها أي حكومة بغداد كانت وما تزال تنظر إلى الرياض بأنها عدو مذهبي وتتهمها بالكثير من الأحداث التي يشهدها العراق وفق مزاعم السلطات والأحزاب التي استعملت للإمساك بمقود السلطة في العراق. الكاتب يقول إن من يتتبع تاريخ حكومات العملية السياسية يجدها تكثر الضجيج تذمراً بشأن ما تسميه تدخل دول الجوار في الشأن العراقي، لكنها تبيح لنفسها التدخل في شؤون الدول الأخرى والدعوة العلنية لتغيير أنظمة الحكم فيها بدافع طائفي محض، على الرغم من أن المشهد العراقي برمته متاح لإيران لتتحكم فيه سياسياً وأمنياً وميدانياً واقتصادياً، دون أن يكون لتلك الحكومات جرأة في نقد هذا التحكم والتغول الذي آل احتلالاً صريحاً ومعلناً. توقعت صحيفة العربي الجديد حدوث هزة جديدة داخل التحالفات السياسية التي تشكلت بعد الانتخابات البرلمانية في أيار من العام الماضي، وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب السياسية تهدف للحصول على المزيد من المناصب العليا وهو ما يعرف بالدرجات الخاصة، حيث تجري حاليا معركة طاحنة بين أكثر من جبهة، ولعل أبرزها جبهة تحالف البناء بقيادة نوري المالكي وهادي العامري، والطرف الثاني سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر. تحالفات المصالح كما وصفها سياسيون لن تتمكن من البقاء لأكثر من أشهر مقبلة، كما أن التحالفات الجديدة هي الأخرى لن تدوم،
فمع توزيع ما تبقى من المناصب على أحزاب السلطة ستنتهي هذه التجمعات وتنفرط مجدداً، وتبدأ مرحلة تؤدي إلى مراحل جديدة وهكذا. ولعل الكربولي وانسحابه من البناء الذي يضم فصائل الحشد الشعبي مثل الشرارة لبداية مفضوحة لتشتت الرؤى السياسية الباحثة عن مصالحها غير المكترثة للبرامج والمناهج التي طرحتها على العراقيين قبيل الانتخابات. وتنقل الصحيفة عن النائب في البرلمان عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي قوله: إن التحالفات التي أفرزتها نتائج انتخابات أيار الماضي هي من أجل تقاسم كعكة المناصب والوزارات، ولم تتأسس من أجل المشاريع والمبادئ الوطنية، ولو كانت على عكس هذا لكانت تشكلت قبل الانتخابات وليس بعدها. فيما يرى رئيس تجمع كفا والنائب السابق رحيم الدراجي أن كل التحالفات الحالية في طريقها إلى الانقسام، وستفرز تكتلات على أساس المصالح من جديد لاغتنام ما تبقى من المناصب والامتيازات. فهناك بوادر لاتفاق جديد بين دولة القانون والفضيلة والبناء والسائرون والفتح. وبحسب الصحيفة فإن التحالفات المرتقب تشكيلها سوف تكون تحالفات مؤقتة، الهدف منها تحقيق بعض المكاسب، وهي أيضا لن تطول كثيرا، وسيكون وضعها كوضع التحالفات الحالية التي تعاني من خلافات داخلية وتقاطعات في المصالح. معظم العراقيين ما كانوا يتصورون بالمطلق أن التاسع من نيسان عام 2003 سيكون بوابة الفواجع والأحزان، وما كانوا يتوقعون أنهم سيقتلوا بعضهم بعضاً ويخسرون عشرات الآلاف خلال الحرب الطائفية التي جرت ما بين العامين 2006 و2008، وتذهب أحلامهم أدراج الرياح وتتضاءل آمالهم حتى من أبسط إصلاح. قاسم حسين صالح يرى في صحيفة المدى أن ما حصل قدم دروساً تشكل وثيقة تؤرخ لواحدة من أصعب المراحل التي مر بها العراق في تاريخه. يعلمنا الدرس أن خيمة الدولة إذا سقطت، حتى إذا كان نظام الحكم فيها ديكتاتورياً ولا توجد خيمة أخرى تجمع بأهل الوطن، فإن الناس يصابون بالذعر مدفوعين بالحاجة إلى البقاء، فيتفرقون بين من يلجأ إلى عشيرة أو مرجعية دينية أو تجمع مدني أو سكني أو تشكيلات سياسية أو كتل بهذه الصفة أو تلك. وكانت تلك هي الخدمة التي وظفها الطائفيون بذكاء خبيث ليمنحهم نيسان فرصة الاستفراد بالسلطة والثروة. الموجع أكثر أن الذين غمرهم الفرح بالخلاص من صدام صاروا الآن يترحمون عليه، ليس فقط لأن ما حل بهم من مصائب وفواجع واحتراب هي أقسى وأوجع مما أصابهم زمن الطاغية، بل ولكارثة أوجع هي أن الذين استلموا السلطة اعتبروا العراق غنيمة لهم فتقاسموه فيما بينهم. وخاتمة الفواجع أن من بين الحرامية من يضفون القدسية على أنفسهم ويحظون بجماهير عريضة في مفارقة ما حصلت، وأن رئيس الوزراء الجديد الذي وعد سلفه بضرب الفاسدين بيد من حديد وما ضرب أعلن هو الآخر أن الأمر قد وصل إلى أن من يتقدم بالشكوى على فاسد سيتحول إلى متهم. ويختتم الكاتب بالقول إن ما قدمته الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن أوصل العراقيين إلى قناعة بأن التاسع من نيسان صار ولادة فواجع، وإنهم يخشون أن يأتي يوم سيترحمون فيه على فواجعهم كما ترحموا على النظام السابق. قالت صحيفة العرب اللندنية إن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران قد أثرت بشكل موجع على حجم الدعم المالي الذي كان يتلقاه حزب الله اللبناني من إيران. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من حزب الله قولها إن الأزمة المالية التي باتت معروفة ومعترفا بها من قبل دوائر الحزب وصولا إلى أمينه العام حسن نصر الله بات جدية ومربكة، خصوصا بعد الإجراءات العقابية التي فرضتها واشنطن على الشبكة المالية للحزب في العالم. المصادر قالت إن عملية تسريح جماعي للموظفين داخل المؤسسات التابعة للحزب تجري منذ عدة أشهر، وأن الحزب بات غير قادر على تسديد رواتب مقاتليه بشكل كامل،
وأنه يعتمد برنامجا لدفع الرواتب بشكل جزئي على نحو يطرح أسئلة حول مستقبل الحزب داخل دوائره العسكرية. وتعد إيران أكبر داعم مالي وعسكري لميليشيات حزب الله، إذ قدر مسؤول أمريكي هذه المساعدات بنحو 700 مليون دولار أمريكي سنويا. وكان جزء آخر من تمويلات حزب الله يأتي من الحكومة العراقية بتكليف من إيران، سواء من خلال تجارة النفط المهرب أو من خلال ميزانية الحشد الشعبي، لأن مصادر لبنانية أكدت توقف هذه التمويلات بضغوط أمريكية منذ عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. ويسود اعتقاد بأن الأزمة المالية لحزب الله تحد من مساحة المناورة لديه، سواء في خياراته السياسية المحلية أو حتى تلك العسكرية. وقالت أوساط سياسية لبنانية أن الأزمة المالية التي يعاني منها حزب الله تضرب جانبا مهما من قوته ونفوذه لدى الطائفة الشيعية في لبنان، وأن رجال الأعمال الشيعة باتوا حذرين من التورط في أي علاقات مالية مع الحزب قد تعرضهم للعقوبات الأمريكية. الصحيفة تشير إلى أن حزب الله يسعى لتمويل مناطق حواضنه الشعبية، وذلك من خلال النفوذ الذي يملكه داخل الحكومة اللبنانية والبلديات التي يسيطر عليها، في محاولة للاستمرار في ربط هذا الجمهور بالحزب وفق قواعد الولاء المعتمدة منذ سنوات. منذ قرار وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأمريكية ودخول العقوبات مرحلة تصفير الصادرات النفطية، تتصرف القيادة الإيرانية بانفعال شديد يعكس مدى الارتباك الداخلي في كيفية معالجة تداعيات الأزمة الأسوأ في تاريخها. مصطفى فحص يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن النظام الإيراني لجأ إلى الترويج لحلول شعبوية شعاراتية باتت مستهلكة، بالحديث عن الانتقال إلى الاقتصاد المقاوم الذي دعا علي خامنئي إلى تطبيقه ردا على الأعداء الذين يريدون تركيع الشعب الإيراني. المواقف الانفعالية الحادة صدرت أيضا عن رئيس الجمهورية حسن روحاني، الذي حاول تطمين الداخل من خلال رمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة واتهامها بأنها غير مستعدة للتفاوض، عادا أن ما تفعله واشنطن موجه من أجل هزيمة الشعب الإيراني. إلا أن روحاني الذي هدد باستخدام بلاده ورقة المضائق في حال أغلقت بوجهها السبل لتصدير نفطها، توجه إلى الرأي العام الدولي قائلا إن بلاده كانت دوما أمة تفاوضية ودبلوماسية كما كانت أمة حرب ودفاع. انفعالات طهران السلبية تجاه جوارها برزت أيضا في تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي نبه وفقا لادعاءاته إلى إجراءات السعودية والإمارات بالتماهي مع أمريكا في العقوبات النفطية وبعض دول المنطقة، يجب عليها أن تنتبه لأن الشعب الإيراني لن ينسى سلوكها تجاه تطورات المنطقة. قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني نجح في توصيف الأزمة ووضعها في إطارها الاستراتيجي، بعدما وضع مقاربة فعلية بين خطين للمفاوضات تريدهما واشنطن، الأول نووي والثاني إقليمي، وأنها تريد أن تحرم إيران من نفوذها الخارجي كما تم حرمانها من استكمال مشروعها النووي، عادا أن الغاية وراء السعي إلى اتفاق إقليمي هي تجفيف روح وحركة إيران الإسلامية. ويختتم الكاتب بالقول إنه بعد أقل من 48 ساعة على دخول المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية حيز التنفيذ، لم يعد النظام الإيراني قادرا على ضبط انفعالاته، وهو يدخل مرحلة اليأس من الوصول إلى صفقة مع واشنطن تفتح الطريق أمام تسوية باتت مستحيلة، مع إدارة تتمسك بمطالب تعجيزية التي من شأنها إن طبقت أن تفتح السؤال حول سلوك النظام ونفوذه مستقبلا. نشر صحيفة آي البريطانية مقالا للكاتب مايكل دي يتساءل فيه عما إذا كان هو الوحيد الذي يشعر بالاشمئزاز من انحلال إسرائيل الأخلاقي. ويضيف الكاتب في مقاله أنه لا يمكن غض الطرف عن الانحلال الأخلاقي، فقائمة التجاوزات التي قامت بها حكومة نتنياهو قاتمة وتزداد كل يوم، بينما يستعد جاري كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق خطة السلام أو رصاصة الرحمة بعد أسابيع. بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي فإن ترامب هو هدية، فقد رمى الاتفاقية النووية مع إيران في سلة النفايات،
واعترف بسيطرة إسرائيل على الجولان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما زاد من جاذبية نتنياهو وسط الأحزاب الصهيونية المتطرفة التي احتاجها للفوز بفترة خامسة. ويرى الكاتب أن المنح التي يعطيها ترامب لنتنياهو هي المسمار الأخير في نعش القضية الفلسطينية بشكل يجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً. ويقول الكاتب: الآن دعونا نتحدث عن رصاصة الرحمة التي سيقدمها في الأسابيع المقبلة مستشار ترامب جاريد كوشنر، حيث سيكشف عن خطة السلام للمنطقة وتبتعد عن حل الدولتين. ويشير البعض إلى أن الخطة ستحتوي على بنود لا يمكن تطبيقها وتستخدمها الولايات المتحدة للرشوة والتنمر والتودد للدول العربية لتعطي بعضاً من أراضيها للفلسطينيين ودون أن تقدم إسرائيل أي تنازلات تذكر. ويرى الكاتب أنه لا يمكن للفلسطينيين التعويل على الدول العربية للقتال في زاويتهم، إن جردتهم واشنطن وإسرائيل من حقوقهم فالدول العربية معروفة بتخليها عن الفلسطينيين. ويعلق الكاتب قائلاً: إن الإدارات الأمريكية السابقة رغم مظاهر قصورها وعيوبها إلا أنها كانت ضامنة بمستوى ما ومدافعة عن الفلسطينيين، وقد تغير هذا كله مع ترامب. ويختم الكاتب مقاله: إنه بعد نهاية شهر رمضان في الرابع من حزيران المقبل سيحاول الثنائي البشع ترامب ونتنياهو الدفع نحو حل دائم للطرفين وطرف واحد وهم الفلسطينيون. سيتركون بالتأكيد محرومين ويشعرون بالمرارة، فلا يكون هناك سلام دائم ولا يكون هذا حلا عادلا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 10730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. بدأت اليابان لأول مرة بتطوير برمجيات فيروس كمبيوتر يمكن أن تخترق نظام كمبيوتر العدو على أمل أن يعمل هذا الفيروس كرادع ضد الهجمات الإلكترونية، بحسب ما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية. وتشرف على المشروع وزارة الدفاع اليابانية بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية إلى أبعد من المجالات البرية والبحرية والجوية لمواجهة التحديات الأمنية في مجالات جديدة مثل الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي وسط التقدم التكنولوجي في السنوات الأخيرة. مسؤولون في وزارة الدفاع يقولون إن اليابان متأخرة نسبياً في التصدي لتهديد الهجمات الإلكترونية، لهذا تعتزم الحكومة زيادة عناصر وحدة الفضاء الإلكتروني من 150 إلى 220 مقارنة مع 6200 فرد في الولايات المتحدة و7000 في كوريا الشمالية و130 ألفا في الصين. وقال مسؤول في الوزارة إن الفيروس الذي سوف تطوره شركات خاصة سوف يستخدم فقط لأغراض الدفاع وليس لتنفيذ هجوم استباقي، حيث أن سياسة اليابان موجهة للدفاع حصرياً. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.